قضايا العربية، الجامعة العربية، نقل السفارة الأمريكية للقدس في ذكرى النكبة، حلقة خطيرة في مسلسل الاستفزاز. والأمين العام للجامعة العربية دكتور أحمد أبو الغيط اتكلم واستنكر إعلان وزارة الخارجية الأمريكية اعتزام الولايات المتحدة نقل سفارتها من تل أبيب لمدينة القدس، وقال إن ده هيكون بحلول منتصف مايو المقبل، وده تزامنا مع ذكرى النكبة الفلسطينية. طيب معنا عبر الهاتف دكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني. دكتور محمود صباح الخير، منورنا في صباح دريم. صباح النور، اهلا وسهلا. قراءة سيادتك لبيان الأمين العام للجامعة العربية بخصوص ما سار من حديث عن نقل السفارة الأمريكية للقدس في ذكرى النكبة، وقال انه حلقة خطيرة في مسلسل الاستفزاز، قراءة حضرتك لهذا البيان. يعني هو نعم استفزاز، ولكنه ليس فقط استفزاز، والأخطر منه أنه إمعان في العدوان وإمعان في التنكر للقانون الدولي وللحقوق المشروعة التي كفلتها القوانين والأعراف الدولية والشرعية الدولية، حتى تلك التي صادقت ووافقت عليها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها سابقا. حسب القانون الدولي الذي تدعي الولايات المتحدة الأمريكية أنها أمينة على تطبيقه وحمايته، القدس المحتلة هي عاصمة دولة فلسطين وهي أرض محتلة، عليها ما ينطبق على الأرض المحتلة وفق القانون الدولي. عندما تتصرف الولايات المتحدة الأمريكية بهذا السخف وبهذا الاستخفاف بالقانون الدولي وبهذا الإمعان في العدوان على الحقوق العربية والإسلامية، حتى على الحقوق الدينية، حتى على المشاعر الدينية والعقيدة الدينية لملايين العرب والمسلمين والمسيحيين في مدينة القدس، هذا يعني أن الولايات المتحدة تدفع المنطقة بل ربما والعالم إلى مربع شديد الخطورة، ينذر بإشعال فتيل حرب دينية. لأنه ببساطة عندما يتعلق الأمر بمدينة فيها كل القداسة وفيها كل العقيدة وفيها كل معاني الدين والتاريخ والحضارة العربية والإسلامية وفيها الإرث المسيحي الأعظم كنيسة القيامة، عندما يتعلق الأمر بمدينة كهذه يعتدى عليها ويراد لها أن تهود وأن تكون عاصمة لإسرائيل أو عاصمة لدولة اليهود وعاصمة الشعب الإسرائيلي كما وصف نائب الرئيس الأمريكي، هذا يعني أن أمريكا تريد أن تفتح الباب أمام حرب دينية، انطلاقا مع الأسف الشديد انطلاقا من صهيونية مسيحية إنجيلية تتذرع وتتخفى وراء أساطير دينية وتاريخية لا أساس لها، تستغل لخدمة أهداف استعمارية وتوسعية وأهداف تضمن لها السيطرة على المنطقة والعالم. طيب دكتور محمود، على الأبواب، وهذا أمر في شديد في 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 منتهى الخطورة وفي منتهى الضرر للسلام العالمي وللسلام الإقليمي. طيب الخطوات اللي هتتخذها الحكومة الفلسطينية بهذا الصدد؟ نحن سنواصل العمل، لعلكم تابعتم منذ 6 ديسمبر الماضي عندما ارتكب ترامب هذه الخطيئة التاريخية بحق القدس، منذ ذلك التاريخ إلى الآن القيادة الفلسطينية في حالة استنفار كامل، والشعب الفلسطيني كله في حالة استنفار كامل للدفاع عن القدس بكل الوسائل المشروعة، بكل الوسائل الممكنة والمتاحة، سنذهب إلى أقصى الممكن من أجل الدفاع عن مدينة القدس بما في ذلك الحراك الدبلوماسي والسياسي والقانوني، وبما في ذلك مواصلة الاشتباك الشعبي مع الاحتلال على الأرض وبالذات في مدينة القدس. لكن هل بدأتم خطوات فعلية بعد إعلان الخارجية الأمريكية هذا الإعلان؟ نحن بانتظار أن يعود الرئيس أبو مازن إلى الوطن إن شاء الله لتدارس ماذا يجب أن نفعل، لكن على كل حال الأمر لن يغير من الواقع شيئا، لن يغير من الواقع شيئا، ستبقى القدس في نظر القانون الدولي مدينة محتلة حتى لو نقلت أمريكا كل سفاراتها إليها ولو اتخذت عاصمة لها نفسها،
ستبقى القدس أرض محتلة ومدينة محتلة وفق القانون الدولي، وسنتعامل على هذا. لكن مش حاطين خطة معينة مبدئية حتى ردا على هذا الإعلان. لا لا، بالعكس، نحن لدينا خطة لا تعتمد فقط على رد الفعل على إعلان أو تصريح صحفي. كما قلت، منذ أن أقدم ترامب على هذه الخطيئة، نحن وضعنا نصب أعيننا ووضعنا بين أيدينا خطة عمل وتحرك بدأت منذ ذلك اليوم وإلى الآن، ونحن نسير عليها والحمد لله. يعني الموقف العربي موقف متماسك، الموقف الدولي موقف مساند للموقف الفلسطيني، وشاهدنا حتى عندما عرض الأمر على مجلس الأمن، 14 دولة من مجلس الأمن باستثناء طبعا الولايات المتحدة، 14 دولة من أعضاء مجلس الأمن بما فيها أربع دول من دائمة العضوية ساندت الموقف الفلسطيني والقرار الأممي الذي أجرته الولايات المتحدة بالفيتو. هذا يعني أن الحراك الفلسطيني والعربي يؤتي ثماره، وستستمر في هذا الحراك وفي هذا الجهد جنبا إلى جنب وبشكل متوازي مع الصمود الفلسطيني الشعبي على أرض الواقع. بشكرك دكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، نورتني في صباح دريم. وكمان معنا للمزيد سعادة السفير بركات الفرة، سفير فلسطين السابق بمصر. سعادة السفير، يعني نظرة سيادتك للموقف العربي تجاه الإعلان السابق عن نقل السفارة وتجديد الإعلان من خلال وزارة الخارجية الأمريكية عن أنه بصدد نقل السفارة الأمريكية في ذكرى النكبة؟ أولا صباح الخير. يعني طبعا بالإضافة ما تفضل أبو الأخ محمود الهباش مستشار سيادة الرئيس، أنه الموقف العربي صحيح متماسك، ولكن حتى الآن نحن ما زلنا في موقف رد الفعل، ولم نتحرك خطوات ثابتة وقوية لمواجهة القرار وتداعيات هذا القرار. المطلوب ليس فقط لا شد ولا إدانة، بقدر ما هو المطلوب أن يكون هناك تحركا حقيقيا يقنع الولايات المتحدة الأمريكية بأن استمرارها في هذه السياسة العدوانية على الشعب الفلسطيني وعلى الأمة العربية والإسلامية والمسيحية أيضا هو ليس فقط ليس في صالح عملية السلام ولا في صالح الاستقرار والأمن في الإقليم أو في العالم، بل أيضا سيهدد مصالحها في المنطقة. يجب أن تشعر الولايات المتحدة الأمريكية أنها باتت مهددة بهذا القرار. من هذا المنطلق، إيه الخطوة اللي ممكن يتم اتخاذها سواء من الحكومة الفلسطينية أو من الموقف العربي في هذه النقطة تحديدا للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية في عجالة؟ شوفي، كثير. يعني أولا الشعب الفلسطيني يقوم بما يقوم به منذ يوم أول إعلان ترامب لنقل السفارة الأمريكية والاعتراف بالقدس لعاصمة دولة الاحتلال 6 ديسمبر. والشعب الفلسطيني يقوم بواجبه ويواجه قوات الاحتلال يوميا، ويسقط شهداء وجرحى يوميا مواجهات لحماية القدس. والإشعار أمريكا وإسرائيل بأنه لن يتخلى الفلسطينيون عن مدينتهم المقدسة، عاصمتهم الأبدية، مهما كلف ذلك من تضحيات. في مقابل هذا، مطلوب من الدول العربية الشقيقة أن تستخدم كافة إمكاناتها، وهي كثيرة جدا، لو أرادت استخدامها لإقناع الولايات المتحدة الأمريكية بأن هذه الأمة، الأمة العربية بكل ما لديها من طاقات بشرية ومادية وطبيعية، هي مهمة للغاية ليس فقط لأمريكا بل للعالم كله، ومن ثم هناك أوراق كثيرة ممكن أن تستخدم. سعد سفير، لنقل موضوعيين، يعني عايزة حاجة واقعية. أنا هقول لك على سبيل المثال، أنت إحنا نستثمر، الدول العربية لها استثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية تريليونات الدولارات، تمام؟ هذه الاستثمارات لا نقول نسحبها، بل على الأقل نقول بأنه لن نستمر في مزيد من الاستثمارات. اثنين، نحن كأمة عربية 33% من المعروض من النفط في العالم هو نفط عربي، وبالتالي نحن نقدم للعالم خدمة لا يمكن أحد يقدمها غيرنا. تخيلي أن أنت
ثلث المعروض من إنتاج النفط اللي هو مصدر أساسي للطاقة هو عربي. الغاز الطبيعي نفس الشيء، أكثر من 20% من الغاز المعروض في العالم هو أيضا غاز عربي. وارداتنا من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية والعالم تتجاوز سنويا أكثر من 800 مليار دولار سنويا. هذه كلها إمكانيات لا بد من انه نستخدمها، نلوح بها، لا نقول طيب لا نقاطع سعادة السفير، واحنا بنتكلم عن استخدام الامكانيات العربيه، نقدر نتكلم عن ان الداخل الفلسطيني حتى الان حركه حماس وهي المسيطره على الداخل الفلسطيني لم تلتزم باتفاق المصالحه مع حركه فتح، وما زالت حتى الان في ما يسمى بمراوغه سياسيه في تطبيق هذا التصالح. فاذا كان الداخل الفلسطيني بهذا الشكل، نتحدث عن الدور العربي ان يصبح بهذه القوه، ونحن داخليا في فلسطين كداخل فلسطيني لم يتم التصالح حتى الآن؟ أنا معك بالتأكيد أنه هذه يعني للأسف يعني شيء محزن ومخجل أنه يستمر هذا الحال العدمي من الانقسام الفلسطيني، وبالتالي لابد من الانتهاء منه بأي شكل من الأشكال. ولكن هذا لا بالتأكيد لا يمكن أن يكون على حساب موقفا عربيا جادا، لأنه بالآخر سواء تمت المصالحة وإن شاء الله بتتم، والمساعي المصرية المشكورة يعني مستمرة حتى يومنا هذا، وهناك وفد أمني مصري ستوجه إلى قطاع غزة من أجل يعني تذليل الصعوبات اللي موجودة في طريق إن شاء الله مصر تقود هذه المصالحة بإذن الله. شكرا سعادة السفير بركات الفرة، سفير فلسطين السابق بمصر. وقضية فلسطين هي قضية وطن عربي، وهي قضية كل العرب وكل الأمة المحيطة بالوطن فلسطين. لكن وإحنا بنتكلم عن القضية الفلسطينية، بنتكلم عن المواقف العربية القوية، ونتكلم عن دور العربي، ونتكلم عن حاجات كتير قوي، نطالب الداخل الفلسطيني برأب الصدع. موضوع تجاوز حد الخلاف إلى الصراع الداخل الفلسطيني. مصر بتسعى رئنا نشف في حل الداخل الفلسطيني وفي التصالح وفي المصالحة الفلسطينية، وعملنا المصالحة وجبنا الناس ورحنا بالناس وقعدنا نتكلم، والمخابرات المصرية تدخلت ونحل، والقيادة السياسية المصرية بتدعم، والشعب المصري كله بيدعم القضية الفلسطينية. لكن الداخل الفلسطيني منقسم انقسام صعب جدا. فمصر بتسعى في رأب الصدع الداخلي، عملنا اتفاق المصالحة المبدئي، حماس يعني لم تطبق هذا الاتفاق بالشكل الكامل. مصر بصدد ان شاء الله في الايام القادمة رأب الصدع بشكل كامل بإذن الله بالدور المصري. إذا حلت القضية الفلسطينية من الداخل والفلسطينيين بقوا إيد واحدة وكتلة واحدة، هنتكلم عن إن الموقف ربما قد يتغير. لكن لو أنت في بيتك عندك مشاكل، يعني عندك مشاكل داخلية صعبة جدا، إزاي منتظر إن العالم هيحل لك شؤونك وأنت لم تحل، لم تقم بحل مشاكلك الداخلية؟ فندعو الحكومة الفلسطينية، القيادة السياسية الفلسطينية، الشعب الفلسطيني للتصالح، للم الشمل، للحمة الفلسطينية، وكذلك الوطن العربي يقوم بدوره كاملا إن شاء الله في حل القضية الفلسطينية قريبا بإذن الله. أروح مع حضراتكم لحاجة تانية بقى، نرجع لإنجازاتنا في مصر، وإحنا بنتكلم عن مشروعات مصر العملاقة، وبنتكلم عن عداد مصر. كل يوم معانا حاجة جديدة بنفكر حضراتكم بيها عشان نفتكر إن بلدنا حلوة، وبلدنا بتعمل خطوات إيجابية، وبلدنا ماشية في مشوارها، وما بتشوفش يعني أنت كبير وماشي، اللي يحدفك بقى الطوبة، واللي يحاول يعطلك، واللي يحاول يعطل مسيرتك ما بتلتفتش. مصر عملاق يسير على خطى التقدم وعلى خطى الثبات الاقتصادي. إن شاء الله كل ده في النهاية هيصل بينا إلى اقتصاد قوي النهارده.